السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس حارث سيلاديتش رئيس البوسنة والهرسك الأسبق. سيادة الرئيس، مرحبا بك. أهلا وسهلا. اندلعت الحرب في 6 أبريل عام 1992، وهو نفس اليوم الذي اعترفت فيه دول العالم باستقلال البوسنة والهرسك. بدأ الصرب المجازر بشكل مباشر في المناطق القريبة منهم. سلوكيات الصرب بدت سلوكيات بشعة من اليوم الأول، وكأنهم يعدون أنفسهم لهذه الحرب منذ عشرات السنين. بدأت الصحافة العالمية تكتب بعض التفاصيل التي تصل إليها. الموقف الأمريكي بدأ إلى حد ما غير واضح، إلى أن قمت أنت بعد أسبوع من الحرب بزيارة إلى الولايات المتحدة واللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي. في هذه الفترة كان أمامكم معركتان كبيرتان. المعركة الأولى هي معركة الإعلام. أنتم دولة وليدة، من أول يوم وقعت فيها حرب لا يعلم كثير من الغربيين والإعلام العالمي معلومات كثيرة عن هذه الدولة. لم تكن الأمم المتحدة اعترفت بعد بدولتكم، فكان أمامك حربان كبيرتان. الحرب الأولى حرب الإعلام، كيف يمكن أن توصل هذه المجازر وهذه الصور البشعة إلى الإعلام العالمي؟ والثانية، كيف تقوم بتسجيل البوسنة والهرسك كعضو في الأمم المتحدة؟ المعركة الأولى معركة الإعلام، كيف خطها؟ الإعلام الغربي كان ملم بعض الشيء عما يحصل في يوغوسلافيا سابقا، كما قال الإعلام الشرقي أو الإعلام العربي والإسلامي، العربي والإسلامي وما إلى ذلك، كان لفترة معينة تحت تأثير الدعاية الصربية بأن البوسنة والهرسك مع كرواتيا وسلوفينيا انفصلت من يوغوسلافيا، ويوغوسلافيا جزء مهم من دول عدم الانحياز. فإذا ما كانوا يفهموا الوضع بالضبط، وانطباعهم الأول كان أننا انفصلنا من الحركة، حركة عدم دولة متمردة، متمردة على دولة منحازة لمصالح فلسطين والدول العربية. وهذا تبين في مؤتمر القمة لدول عدم الانحياز في جاكرتا 92 بداية سبتمبر. متأخر هذا. فإن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع. أما الإعلام الغربي فكانت لي فرصة كبيرة لإظهار للعالم ما يحصل في بوسنة والهرسك. 14 أبريل 92 في الاجتماع مع وزير الخارجية بايكر، لأول مرة في المؤتمر الصحفي يعلم الصحفيين الذين يجلسون ماذا يجري في بلد اسمها البوسنة والهرسك. أيوة، لأن إعلام كان موجود بعدد، يعني الكاميرات بعدد كبير. لماذا؟ لأن كان في شيء في كوريا حصل، لا أتذكر التفصيل، فهم حضروا من أجل هذا وليس يعني هذا كان بوسنة. الخبر أما بوسنة، ومنطقي أنه لا يعرفوا شيء عن بوسنة، ممكن سمعوا أنه في مشاكل، كذلك مشاكل موجودة في العالم كله. فأنا انتهزت هذه الفرصة وأعطتهم صورة في بعض الجمل فقط. قلت لهم أن كان يوم جميل جدا مشمس وحلو في واشنطن، أبريل. نعم.
ونحن في هذا اليوم الجميل وفي هذا الوقت بالذات هذا اللي يحصل. ووصفتهم المذابح في مدينة بيلنا في أبريل 92. دخلوا القوات اسمها شبه العسكرية، ميليشيات صربية، ميليشيات دخلوا وكانوا يقتلون الناس في الشوارع. هذا اللي حصل. فلذلك كنت أحاول يعني أكون لهم صور. هل حدث رد فعل منهم؟ كانوا يسألوا؟ كانوا يستفسروا؟ لا، بس سكتوا، وسكتوا مدة طويلة، ما حد يعني ولا كلمة. تكلمهم عن شيء كأنهم لا يعلمون عنه شيئا. أولا لا يعلمون، ثم هذه الصورة لا تتماشى مع الصورة اللي حواليهم واللي هم عايشين فيها. اليوم الجميل وسلام وكل شيء تمام، أما أنا بصورهم جهنم. يعني إذا لقوك في الشارع وأنت ماشي في الشارع قتلوك بهذه البساطة. فرجعنا لمكتب بيكر. أستاذ بيكر، وسألتني سيدة مارغريت تاتوايلر، كانت الناطقة باسم الخارجية، ناطقة باسم الخارجية بالضبط، وسألتني هل هناك CNN؟ قلت لا. في سرايب. فكلمتهم على طول. وتذكر قالت لأستاذ بيكر أن هذه القضية ستكون مهمة جدا للإعلام. فهو لم يفهم يعني كثير، ووصف كل هذا في مذكراته. نعم. فكما قلت قال لي ماذا نعمل؟ جاءت الطائرات الأمريكية ونزلت وأطلق السرب عليها الرصاص، لكن هذه المحاولة أجهضت. أنت هنا مارغريت تاتوايلر أعطتك الخيط لكي تتحرك في قضية الإعلام الأمريكي وتحرك الإعلام الأمريكي تجاه قضية البوسنة والهرسك. نعم، وهذا كان أهم شيء. بوسنة والهرسك أنا ما كنت أعرف هذا الشيء. ما كنت أعرف قوة الإعلام الأمريكي وتأثيره بالحكومة. ما كنت أعرف هذه الأمور. رغم أنك عشت في أمريكا، درست في أمريكا، ما عملت بالإعلام يعني. إيه الخيط الأول اللي وصلت ليه واللي حركت من خلاله الإعلام الأمريكي؟ كانت نيويورك تايمز. نيويورك تايمز وجهوني بعض الأصدقاء ورتبوني اللقاء مع هيئة التحرير في نيويورك تايمز. في نيويورك تايمز في تلك الفترة أيضا، في نفس الزيارة، في تلك الفترة، يعني إبريل والله لا أتذكر 92. متى مش التاريخ، لكن في نفس الزيارة. فقلت لهم أنه الوضع كذا وكذا وكذا، ورأيي أنه سيحصل كذا وكذا. وفعلا أخذوها باهتمام كبير، وكان عندهم طبعا عندهم معلومات، بعض المعلومات، وقالوا لي أنهم عملوا تشيك على هذه المعلومات اللي أنا أعطيتهم. قالوا أوكي، نحن سنكتب. فسألوني بماذا، كيف تصف ميلوشيتش، سلوبودان ميلوشيتش؟ والله قلت إذا أنا وصفته فأصفه بجزار، يعني قلت بالإنجليزي بوشر.
جزار. بعد بيلينا بعد أن رأيت أعتقد امرأتين في الشارع مقتولة بدون سبب، وهذه القوات أجت من صربيا. فإذ بافتتاحية نيويورك تايمز بكرة في اليوم التالي، عنوانها The Butcher of the Balkans، جزار البلقان. جزار البلقان. وحينما تكتب نيويورك تايمز افتتاحية فإنها تصل إلى كل مراكز صناعة القرار في أمريكا وخارج أمريكا. أو بالضبط. فكان مهم جدا، لأن هذا معناه اتخذوا موقف، الهيئة اتخذت هيئة التحرير موقف، وهكذا استمروا طول الوقت. كانت نيويورك تايمز من الصحف اللي وقفت إلى حد ما بشكل أساسي إلى جوار أزمة البوسنة ومسلمي البوسنة وضحايا البوسنة. أي نعم. طبعا هناك جريدة أخرى لها تأثير كبير أيضا، واشنطن بوست. وواشنطن بوست يعني عادة ما تكون قريبة، أقرب شوية للحكومة. نعم. فعندهم موقف ليس معادي للبوسنة، بس موقف يعني أقل تفصيلا من أقول أقل تفصيل. وفي واشنطن نفسه كان في جريدة اسمها واشنطن تايمز. نعم صح. وهذه كانت معادية للبوسنة. هذه كانت تقف مع الصرب. أي نعم. وهذا هو التوزيع الإعلامي. إنما بس أنت معك أقوى صحيفتين في أمريكا يعني. يعني نيويورك تايمز، واشنطن تايمز، واشنطن بوست. يعني ما عادش عندك غير لوس أنجلوس تايمز، وتبقى أنت كده معك أكبر ثلاث صحف أمريكية في ذلك الوقت يعني. صحف غير نيويورك تايمز كتبوا، بس نيويورك تايمز كانت تكتب بتفصيل وبتعاطف مرات. هذه لعبت دور كبير في صناعة رأي عام داخل الولايات. نعم. المتحدة، متعاطف مع قضية البوسنة. وهناك طبعا شبكات التلفزيون. التلفزيون كان مهم إلى حد. نعم. كبير. فالحقيقة كل أبواب كانت مفتوحة لي. لا بس أنت المهم، ما هو المفتاح الذي استطعت به أن تدخل؟ ليس الأبواب كثيرة، ولكن في سياسيين كثير يفشلوا في تحقيق هذه الأشياء، لا سيما في أوقات الأزمات لبلادهم أو لقضاياهم. هو أعتقد سبب من الأسباب، أولا أن هؤلاء الصحفيين شعروا أن هذه القضية هي قضية حقيقية وليست قضية يعني تمر في يومين أو ثلاثة، يعني قضية مهمة وفيها كارثة إنسانية أولا. ثانيا شعروا بأن نحن صادقين يعني في اللي نقوله. نعم. صادقين. وأنا كنت أتكلم لأن الوضع كان سيء للغاية، وكنت أشعر بالمسؤولية لأني يعني غيري يعني ممكن اثنين أو ثلاثة يتكلموا، فعلينا هذه المسؤولية كبيرة، نتكلم باسم الشعب، والشعب لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يصل إلى وسائل الإعلام. أصبح لك حضور مميز في كل وسائل الإعلام الغربية والأمريكية على وجه الخصوص. الأوروبية أقل بكثير. أنا بقول الأمريكية على وجه الخصوص. الأمريكية. نعم. الأوروبية أقل بكثير. كثير. لكن هي أيضا كانت الأكثر تأثيرا في ذلك الوقت، لا سيما التلفزيونات. التلفزيونات جدا. سي إن إن مثلا عندك شو لاري كينغ. الباب مفتوح تماما. يعني كنت أستطيع أن أتكلم بتفصيل وأحارب
الطرف المعادي لي في الإعلام، وهي الهجرة القديمة في أمريكا. هجرة أنت هنا وجهك حاجة مهمة سربية جداً، هجرة سربية قديمة، اللوب الصربي في أمريكا لعب الصربي. دور كبير ضدك وضد تحركاتك وضد مسلمي البوسنة. وطبعا نحن كنا يعني طرفين محاربين لا شك، وأعتقد أن الصدق اللي كان وراء كلامنا هو اللي كان الفاعل الكبير الجاذب لكسب الود الأمريكيين، طبعاً خاصة الطبقة الوسطى. هناك عوامل ساعدتك، أن كانت أمريكا إلى حد ما، ما كانش في 11 سبتمبر، كانت نظرتها للمسلمين وكده كانت نظرة إلى حد ما ما فيهاش نفس النظرة اللي حصلت بعد كده. أيضا هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب، نعم، مرفوضة من الكل. هناك صور تنقل تحرج العالم كله. هناك أدوات استطعت أن توظفها بشكل أساسي من أجل قضيتك. هي مشكلتنا أن ما كان عندنا علاقات خارجية، يعني ما كان عندنا علاقات، ولذلك كان كل شيء يعني بتبني من الصفر. وموقف الإعلام مهم جدا، ما عندنا حتى مكتب. أنا كنت أعمل تليفون من الشارع. من الشارع؟ من الشارع. وأنت وزير خارجية؟ أنا وزير خارجية، وسفيرنا السيد محمد شاشربي كان موجود يتكلم برضه، يعني ندور عن المكتب. فوزير الخارجية نمسا ألويز موك هو اللي عرض علينا مكتبه، وكنت فعلا أعمل بعض الوقت من المكتب هذا، مكتب السفارة النمساوية في نيويورك. النمسا كان لها موقف ممتاز في 18 مايو 92. وزير الدفاع النمساوي عقد مؤتمر صحفي في جراتس، قال فيه أن هروب الأمم المتحدة من سراييفو عقب انطلاق أول طلقة نارية يعد صفعة على وجه الأمم المتحدة والشرعية الدولية. بدأ أن موقف النمسا أوروبيا أفضل من مواقف النمسا. كانت تحتل البوسنة والهرسك، وولي عهد النمسا قتل هنا، وكان هذا المكان الذي نسجل فيه مكان في هذا المكان بالضبط، في هذه البناية بالضبط. مات مات وزوجته في هذه البناية ونحن الآن. نعم. إذن هذا مكان تاريخي. فالنمسا هنا وقفة بتعاطف مع البوسنة بشكل لم تقف الدول الأوروبية الأخرى. لا، لأن الأحزاب اليمينية كانت تهتم بالبوسنة لأسباب معينة، والأحزاب اليسارية أقل، لأنهم رأوا في تجزئة يوغوسلافيا يعني ليس لصالحهم ولا لصالح اليسار السياسي في أوروبا. يعني بلغراد مع قوة إعلامهم وسفارات والعلاقات الخارجية أقنعوهم أننا نحن مذنبين، نحن يعني انفصلنا وهربنا من يوغوسلافيا الاشتراكية التي كانت عضو في دول عدم الانحياز. فإذن ما كانوا معنا، لكن بعض شهور بعد شوية كملت الصورة. وزير خارجية النمسا إذن أعطاك غرفة في السفارة النمساوية في واشنطن بالضبط، لتقوم بها بمهام بالضبط جمهورية البوسنة والهرسك في الولايات المتحدة. وكنت من هذه السفارة أنتقد مواقف الدول الغربية والحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية من سفارة نمسا، يعني مظهر غريب شوية. سمحوا لك؟ لم يحصلوا عليك شيء؟ سمحوا فهم. والحقيقة أن
لقينا حتى من المسؤولين في واشنطن، مسؤولين أمريكيين في واشنطن، يعني لاحظنا أنهم متعاطفين معنا، وبعدهم استقالوا. سأأتي إلى بعض. سأأتي إلى بعض. إذن الجو كان الجو الإعلامي إيجابي، وهذا كان مهم جدا بالنسبة لنا. هذه كانت نافذة. المشكلة أن أمريكا فيها ديناميكية كبيرة، اقتصادية سياسية، فمن الصعب أنك تحافظ على الصفحة الأولى في أمريكا مهما كان الموضوع أسبوع، أكثر من 3 أيام أسبوع. مطحنة. مطحنة. لكن كثرة الشبكات هذه ساعدتنا على أن نكون في إعلام يوميا. مرات كان في يعني 5 عندهم 5 في يوم السبت ويوم الأحد، 5 شو، 5 برامج رئيسية رئيسية تلفزيونية جذابة جدا في المحطات المختلفة طبعا. مرات كنت في كلها، في الخمسة، في الخمسة يعني. فهذا إذن الموقف موقف إيجابي، لأن الصحفيين والأمريكان بشكل عام شافوا أن المدنيين يقتلون بدون سبب، الأطفال يقتلون، وين في أوروبا التي تنادي بالحضارة والسلام وحقوق الإنسان؟ في وسط أوروبا خارج الحرب، ما كانت يعني حالة الحرب في أوروبا، لا، حالة السلام. هذه أول جرائم ومجازر تجري في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. أيه. فأعتقد أن هناك يعني هذا موقف تلقائي إنساني. أولا شافوا أن الناس يموتوا، ليش يقتلون؟ بأي سبب يعني؟ عملوا، ما ذنبهم؟ ذنبهم أنهم مسلمين. في منتصف مايو 92، يعني بعد شهر وأيام من بداية الحرب، نشرت تقارير مختلفة عن اتفاق سري جرى في مدينة جراتس النمساوية بين رادوفان كارازيتش زعيم صرب البوسنة وماتي بوبان زعيم كرواتي البوسنة، اتفاقية على تقسيم جمهورية البوسنة والهرسك بين الصرب والكروات، وأن هذا الاتفاق تم تحت رعاية المجموعة الأوروبية. كيف تلقيتم هذا الخبر؟ تآمر الصرب والكروات على تقسيم البوسنة والهرسك وإنهاء وجود المسلمين تحت رعاية أوروبا بعد شهر من الحرب، وبعد شهر من اتفاق الاتفاق طبعا كان برعاية الوسيط الأوروبي خوسيه تيلر. بالنسبة لنا ما كان خبر جديد. الوضع القائم هو الاتفاق ما بين طرفين أن يقسموا البوسنة ما بين الرئيسين، وهؤلاء يعني كارادجيتش وبوبان يعني مساعدين. فإذا الاتفاق كان موجود، أوروبا تدعمه، أوروبيين حاولوا وقف الحرب، إيقاف الحرب بهذه الوسيلة، يحاولوا يعني يعملوا شيء. فإذا إذا كانوا يريدوا يقعدوا يتكلموا، تفضلوا يقعدوا يتكلموا، ما يعني، بس تغيير الموقف لم يكن ممكن في هذا الوقت، أنهم اتفقوا وأخذوا المسؤولية، وخاصة سلوبودان ميلوشيفيتش، أن يقيم صربيا الكبرى.
فإيقاف الحرب وفي يدهم كل شيء غير منطقي. لو كانت عندنا دبابات وطيارات والقوة العسكرية كبيرة يعني إيقاف الحرب كان ممكن. هو ده اللي قاله بالضبط في 25 إبريل مساعد وزير الخارجية الأمريكي رالف جونسون بعد زيارة أنبيها ليوغوسلافيا وصربيا. قال من الصعب تصور كيف سيتغير السلوك الصربي، إننا لا نعرف ما هو الأمر الفعال، كما أن الأوروبيين لا يعرفون لإيقاف الحرب. يعني في وقت مبكر كأنهم سابوا الحرب تشتعل ولم يكن لدى الأمريكان أو الأوروبيين رغبة في إيقاف الحرب. ولذلك سمونا الأطراف المتسارعة، يعني الطرف الذي عنده دبابات وطيارات والطرف اللي ما عنده شيء متساويين. إذن الموقف هذا أدى إلى اتفاقية دايتون، بس بدأوا بهذا الموقف، الأطراف متساوية، يعني الأطراف متسارعة، يعني من أول يوم للحرب ساووا بين الجاني والضحية. أيوة. وحتى في المصطلحات الدولية ونهاج المصطلحات الأمم المتحدة كانت تسمى الأطراف المتنازعة، كأنكم تتنازعون على لقمة خبز أو على قطعة أرض، بمعنى أننا متساويين في كل شيء. صح. صحيح. فإذا النتيجة كانت القبول بالوضع القائم. هذا ما نأتي له تفصيل، لأن مبدأ الوضع القائم، القبول بالوضع القائم، بدأوا به فرض الأمر الواقع، فرض الأمر الواقع وقبول الأمر الواقع، ونهايته كان قبول الأمر الواقع. بس كان عندك مهمة كبيرة وأساسية كنت حريص عليها، وهي انضمام البوسنة والهرسك للأمم المتحدة. إيه معنى انضمام البوسنة والهرسك للأمم المتحدة؟ معناه وجود أو عدم وجود البوسنة والهرسك، انضمامها إلى الأمم المتحدة في هذا الوقت بالذات، لأن الاعتداء العسكري والاحتلال بدأ من يوم 5 أو 6 أبريل، والقوات الصربية تقوم باحتلال وقتل ودمار، لكن باحتلال. فخوفنا كان أن الدول أعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة كان عدد كبير منهم ما يعرفوا عن البوسنة كثير. نعم. وبعضهم يعادوا. نعم. فكرة تأسيس دولة اسمها البوسنة وما إلى ذلك، فيقولون هذه الدولة محتلة لا نعترف بها. كان ممكن جدا. فإذا عضوية البوسنة والهرتزك في هذا الوقت بالذات كان كل شيء بالنسبة لنا، وإلا لو لم تعترف الأمم المتحدة في 22 من أبريل مايو 22 أعتقد لا كان تاريخ البوسنة والهرتزك غير هذا التاريخ. لكن أيضا أنت واجهت مشكلات كبيرة وعقبات كبيرة، لا سيما من بطرس غالي في تسجيل البوسنة والهرسك أو اعتمادها عضو في الأمم المتحدة. لهذا اليوم أنا أتعجب، لماذا؟ يعني الإدارة السكرتارية هناك للسكرتارية العامة للأمم المتحدة بطرس غالي كان فيها يعني ناس من الدول عدم الانحياز، دول كبيرة مؤثرة، فلمست منهم شوية البرودة كذا. وللأسف الشديد لما اقترب 22 وهو تاريخ عرض الطلب، قالوا والله طلبكم مش موجود.
ضيعوه. ضيعوه. كيف ضيعوه؟ طلب دولة لعضوية الأمم المتحدة ضاع. ضاع. ما أحد يعرفه. فقلت لهم هذا مش معقول وما إلى ذلك. طبعاً لا نعرفهم. تعرفت عليهم بعدين. فقلت لهم أوكي نبعث لكم بالفاكس كذا. يعني من مدينة سراييفو إلى الأمم المتحدة. قالوا لا لا. أنت لابد أن يوقع وزير الخارجية على طول. أنت قابلت بطرس غالي؟ لا. بعدين. فقلت أنا وزير الخارجية. ومضيت. تفضل. كتبت الطلب ووقعته في المكتب أي. مباشرة. هل كتبت الطلب هنا؟ ما أتذكر. بس أمضيت. وما كان عنهم خلاص يعني ما وتم اعتماد البوسنة. تم الاعتماد. ألم تحاول صربيا أن تعيق هذا الاعتماد وهذه بكل ما يملكون من القوة؟ لكن نجحتم أنتم في هذا. لكن نجحنا لأن هناك اعتراف من الاتحاد الأوروبي. ثم الحكومة الأمريكية كانت تقف بجانب البوسنة وهرتسك. الأمم المتحدة بدأت تصدر قرارات بعد هذا الاعتراف زي القرار 752 755 اعتبرت صربيا والجبل الأسود حملتها مسؤولية الاعتداء. أصبح ظهورك الآن الدولي كوزير لخارجية البوسنة والهرسك ظهور أساسي. العالم المجتمع الدولي بدأ يتعامل معك. احنا واجهنا بطرس غالي في هذا البرنامج بحقائق ومعلومات كثيرة حول دوره بالنسبة ودور الأمم المتحدة حينما كان أمينها العام وكيف أنه كان منحازا ضد المسلمين. لكن بطرس غالي قال أن موقفي كان هو نفس موقف سيروس فانس. سيروس فانس كان وزير خارجية أمريكي وكان مبعوث من الأمم المتحدة وإن كان موقفهم من 25 إبريل بعد فقط 3 أسابيع من الحرب تحميل كافة الأطراف بما فيهم المسلمين مسؤولية ما يجري في البوسنة والهرسك. الدور من البداية كما ذكرت أنت هو تحميل حتى المسلمين مسؤولية أنهم يذبحون على أيدي الصرب. أنا ما شعرت من سيروس فانس هذا الشيء. وغير صحيح أن موقفه كان موقف سيروس فانس. سيروس فانس كان متعاطف مع ما يحصل في البوسنة وخاصة من قتل المدنيين و يعني بدليل أنه عدة مرات اتصل بميلوشيفيتش أمامنا وتكلم معه بصوت عالي جدا وكان يعني يزعل لأن أمامه يحصل تحصل إبادة. فأعتقد أنه غير صحيح أن هذا كان موقف سيروس فانس. إنما طبعا يقولون أن الأطراف الثلاثة المتنازعة لابد وكذا هذا كان موقف معتاد. لكن هنا الأمم المتحدة رفضت إرسال جنود إلى في البداية إلى البوسنة والهرسك في الوقت اللي هي كانت بعتت 14,000 جندي إلى كرواتيا لما اعتدت عليها صربيا قبل سنة في 91. برنار كوشنار وزير العمل الإنساني الفرنسي في 26 إبريل 92 قال إن الأمم المتحدة ترفض منذ عام أن ترسل قوات إلى البوسنة وكشف عن أن فرنسا كانت بتطالب بهذا رغم أن موقف فرنسا سيأتي لاحقا كان موقفا مخزيا. بطرس غالي رد عليهم في 13 مايو وقال الموقف في البوسنة والهرسك مشوش ونحن لا نعرف من الجاني ومن هي الضحية. للأسف هو هذا كان موقفه. أنت كيف كنت تتعامل مع هذه المواقف المخزية في هذا الوقت كوزير الخارجية؟ شعبك يذبح وتجد مواقف مخزية وبرود غير عادي تجاه ما يحدث وعدم اهتمام. أي
فعلا كنت خاصة في الأول، كان هذه البرودة وهذا عدم الاهتمام بالنسبة لي أنا شيء جديد جديد، يعني ناس يقتلون، لابد أن نعمل شيء. هناك الأمم المتحدة مسؤولة، نحن كلنا أعضاء في الأمم المتحدة، ولكن يعني تعلمت أن البيروقراطية الأمم المتحدة كانت أقوى من هذه الشعور ومن الحقوق ومن كل شيء. أنت تذهب محترقا بهم بلدك وتجد شخص أو موظف أو مسؤول يستمع إليك كأنه يستمع إلى قصة من القرون الغابرة. أيوة، بس أنا كنت أخذ ثأر. كيف؟ في الإعلام. كيف؟ قل لي. يعني أتكلم بكل الحرية. تنتقد مواقفهم؟ أنتقد مواقفهم. تتكلم عن بطرس غالي وغيره؟ أتكلم عن كل واحد، حتى أمام البيت الأبيض، أمام بيت الأبيض مباشرة. قلت لما كنت أتكلم عن رفع حظر التسلح مثلا. نعم. فالإعلام كان ثأري. ظهورك وأدائك ثأري منهم يعني. كيف يعني؟ هل لهذا السبب كان الإعلام برضو الأمريكي كان يحبك، كان يحب تصريحاتك، يحب الحوارات معك، لأن أنت لم تكن تجامل وكنت؟ أنا لم أكن أتكلم اللغة السياسية. فهم ملوا من هذا الشيء. ملوا من اللغة السياسية الخشبية. خشبية وكذا وتصرفات سياسية. أنا كنت فعلا يعني أموت في داخلي. لأن شعبي يموت. نعم. ودولتي يعني وأصحابي وأصدقائي يعني وهم لا يهتمون. فلذلك كنت يعني أتكلم بلغة العاطفية. اللغة العاطفية كان لها تأثير كبير على المشاهدين وحتى على الإعلاميين وحتى على السياسيين، لأنهم أنا لم أكن أمثل شيء. كنت تؤدي من قلبك بهمك. أي، وهذا دائما يؤثر، له تأثير. وخاصة وكان العضو في الكونغرس الأمريكي، يعني رجل كبير بالسن وجمهوري، ف ما اسمه؟ لا أتذكر الآن. وكان صديق بوب دول، سيناتور بوب دول. نعم. بوب دول يعني ومكتب بوب دول كانوا ملجأ لي أنا وللبوسنة وما إلى ذلك، أنه فعلا هذا الرجل ساعدنا كثير. وطبعا على الجانب في أعضاء آخرين من الكونغرس وقفوا معكم، والكونغرس الجانب بايدن مثلا كذلك يتكلم، نائب الرئيس الحالي يعني يتكلم 45 دقيقة في السنة عن البوسنة، وقال لميلوشيفيتش أنت حتروح لهاي المحكمة الجنائية. قال له هو لأنك مذنب مجرم وما إلى ذلك. بوب دول كان يساعدنا كثير. ولما جاء سراييفو مرة قال لي بعد الحرب أنت نبهتنا وقلت أن الحرب ستقوم والمجازر وكذا، نحن لم نصدق ونحن مذنبين. قال لي في مكتبي في سراييفو بوب دول. فكان في يعني
تعاطف. فقعدت ممكن يعني لا أقول لأني لا أتذكر التواريخ. المهم في مكتبة وكنا نتكلم عن البوسنة وهرتسك وماذا نعمل والخطوات القادمة. فقلت له أن المشكلة مشكلة أن فعلا بدوا يقتلون الأطفال في المدارس يعني وتركيز على المدارس تركيز وين يلعبوا الأطفال تركيز يعني يوم بعد يوم يوم بعد يوم. فقال لي استنى ودعا هذا السناتور الجمهوري هذا الكبير الجمهوري في السن. الكبير في السن معروف جدا ومعروف بصلابة ورجل مباشر جدا. فجاهو جاء هذا السناتور وجلسنا وقال المحارس يعني أعطانا تقرير عن البوسنة اللي يجري في البوسنة وما إلى ذلك. فأنا قلت نفس الكلام يعني عن الأطفال وكذا. فلما سمع أن الأطفال يقتلون بهذا الشكل في البوسنة وهرتسك لما سمع هذا الشيء قال يقتلون الأطفال؟ قلت نعم. قال تعال معي. طلعنا وهناك يعني 4 أو 5 كاميرات دائما موجودة تلفزيون ستيك أوت يعني يسموه كذا. نعم. وقال لي تعال وبدأ يتكلم أمام هذا الشيء ونبهكم كذا الأطفال من يقتل الأطفال وما إلى ذلك. لا أتذكر كل شيء بس كان يعني غير معتاد غير معتاد. فإذا العاطفية اللغة العاطفية تنفع لأنها لغة الصدق. أما لغة السياسة غير ذلك. في 18 يونيو 1992 مجلس الدفاع الكرواتي طلب بإنهاء مؤسسات البوسنة والهرسك تهجير المسلمين من منطقة نوفي ترافينك. بدأوا بالهجوم 19 و20 يونيو لكن بعض الكروات رفضوا الانفصال وظلوا واقفين مع المسلمين. وهنا الحقيقة لا نريد أيضا أن نقول أن كل الكروات وكل الصرب انضموا إلى صربيا وكرواتيا ولكن بعض الكروات والصرب البوسنويين حاربوا مع الجيش البوسني. أنا مثلا التقيت مع الجنرال ديفياك وهو كان نائب وزير الدفاع البوسني وكان صربيا وإلى الآن الرجل يعني كأنه بطل بوسني بطل. نعم. صحيح نعم صحيح لأنه من الأول كنا نتبنى مجتمع تعددي ديمقراطي ومن أراد من الكروات والصرب أن يلحق بالجيش لحق وكانوا موجودين يعني أعداد كبيرة. فأعتقد أن أوروبا لم تفهم البوسنة إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم؟ إلى هذا اليوم. لأن البوسنة وهرتسك هي كانت وحتى الآن هي بالضبط ما يريده الاتحاد السوفيتي أن يكون. السوفيتي؟ الاتحاد الأوروبي. الأوروبي أن يكون. ما هو الاتحاد الأوروبي؟ يعني جملة من الثقافات جملة من الأديان فيريدون الوحدة. فها هو المثال أمامك البوسنة وهرتسك وأنت لا تعمل شيء يقتلوه أمام عينيك وأنت لا تعمل شيء وتريد أن تكون هذا في المستقبل.
يعني التعددية هي تعددية فعلا، تعددية لها مئات سنين، عرقية ودينية، عرقية ودينية وثقافية وثقافية وكل شيء. يعني تعرف سراييفو كيلومتر مربع فيها كل شيء، الكنائس والمساجد كلها في متر مربع، الكنائس بمللها ونحلها بمللها بالضبط. وكذلك الحرم اليهودي وكل شيء. فإذا أمامك هذا المثال الناجح، لا يوجد في أوروبا مثيل له، ناجح، وأنت لا تساعد، يقتلوه أمامك، لأن أوروبا صرحت أنها تريد أوروبا مسيحية. أي، وإذا تريد يعني تريدني أتكلم بها سأعطيك المجال والفرصة الكبيرة لشرح هذا من خلال اللقاءات والأشياء التي قمت بها، ولكن بحاول أمشي تدريجيا حتى يعيش المشاهد ترتيبات الحرب. أوكي، يعني لأنه في تصريح للرئيس كلينتون اللي يتكلم بصراحة، يعني يفيد أنهم بعض المسؤولين كما قال أوروبيين قالوا له هذا الكلام، أنهم يريدون أوروبا مسيحية. قالوا ما يجري في أوروبا في البوسنة مؤلم، لكنها إعادة بناء أوروبا مسيحية. كتاب في كتاب كلينتون تيبس اسمه كلينتون تيبس، أشرطة كلينتون تايلور برانش، هو اللي كتب، هو اللي كان صحفي صديق الرئيس كلينتون، وتكلموا على الموضوع وسأل لماذا لا ترفعوا هذا الحظر، حظر السلاح على حظر السلاح، ناس يقتلون ولا دفاع لهم والحظر عليهم، لا يستطيعوا أن يشتروا الأسلحة. فقال نحن يعني نريد أن نرفع هذا الشيء، هذا الحظر، بس عندنا حلفاء في أوروبا يرفضون. فلما سأل كيف الصحفي هذا، سأل كيف لماذا من، فقال هذا الكلام، أن المسؤولين البريطانيين قالوا له هذا الكلام. هل هذه أوروبا اللي نريدها؟ نحن أوروبيين قدماء ولا نريد أوروبا كهذه، لأن أوروبا كهذه يعني تقدم لك هولوكوست، تقدم لك المذابح. أليس ما جرى في البوسنة والهرسك برعاية أوروبية كان هولوكوست وحرب إبادة لمسلمي البوسنة؟ نحن نسميها حرب الإبادة الجماعية، وهو يعني طبعا الاسم هو الاسم، الإبادة جينوسايد، وحكموا عليه محكمة العدل العالمية، حكمت بأن هذا هو الجينوسايد، تطهير عرقي، تطهير عرقي جينوسايد، إبادة كاملة. فهل يعني هل تقام أوروبا عصرية حديثة تعددية على هذا الشيء؟ للأسف هذا هو السؤال. الرئيس علي عزت بيجوفيتش أعلن في يونيو 92 أن الحرب قد فرضت على المسلمين، وأن القيادة الصربية لا تعرف قيل لغة القوة، وهنا بدأ المسلمون يبلورون مقاومة مسلمة لتواجه ثالث أقوى جيش في أوروبا وهو جيش صربيا. أبدأ معك في الحلقة القادمة، شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس
حارث سيلازيتش رئيس البوسنة والهرسك الأسبق. في الختام أقول لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.